تنتكس الحياة برمتها ويظل السوق وفيا لحسبة العرض والطلب ما دام هناك بشر يجوسون فسحة العيش كل يوم. وإن استعرت الحرب وصارت هي الشأن العام، ساسة السوق هم أنفسهم لا يتغيرون، يبقون على مطاردة العملة يجرونها من جيوب الناس إلى جيوبهم ويتقاسمون بينهم رزق الحرب وإن كان قوت الناس نفسها. في اليمن المضطرب يجد الجميع أنفسهم بين حربين، السلاح وحرب السوق وانتظار ما لا يجيء. منهم من أصبح دون الكفاف وآخرون استعانوا بمداخلهم التي تقف على تخوم سد الحاجات الأساسية. على التموضعات الجديدة لدخولهم في معادلة الإنفاق تعطيهم صفة طبقية متماسكة في الفرز الجديد، فالحرب تغير الخرائط الاقتصادية وفق منطقها الخاص. تفيد الأخبار الواردة أن البنك المركزي لم يتخلص من أزمته المالية الخانقة، وبدا كأنه يحاول الانسحاب من المشهد العام برفع غطاء الدعم عن عدد من المؤسسات والصناديق الحكومية، الأمر الذي يهددها بالتوقف تماما ويفاقم من معاناة موظفيها. تأتي هذه الإجراءات في ظل سياسة يقول البنك إنها ضرورية للحفاظ على ما تبقى من العملة، وبعد موجة من الوقفات الاحتجاجية التي نظمها موظفو عدد من المؤسسات بسبب تأخر صرف مرتباتهم نتيجة تعرض مؤسساتهم لحالة من الإفلاس وضياع ونفاذ إيراداتها، إضافة إلى توقف نشاطها ما دفع البنك المركزي لتحذير وزارة المالية من عدم مقدرته على تغذية رواتب الموظفين بهذه المؤسسات. وطالب البنك وزارة المالية بتعزيزه بالإيرادات والموارد المالية، والذي بموجبه سيقوم بتغطية مرتبات موظفي هذه المؤسسات المرتبطة بقطاع الوحدات الإدارية والاقتصادية للوزارة. يريد البنك المركزي في ظل سلطة الميليشيا الانقلابية وسيطرتها على الدولة ومؤسساتها تبرئة نفسه من تبعات سياسته النقدية، كما تريد سلطة الميليشيا تبرئة نفسها من تبعات سياستها المالية، وهي التي سوغت نمو النهب والسوق السوداء وتحويل المال العام إلى مجهود حربي.